أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثامنة من دورة تعليم برنامج فوتوشوب المستوى المتقدم. في هذه المحاضرة راح نشرح تشكيلات خط الثلث. الكثير من المصممين يعانون من الحصول على مخطوطات بخط الثلث. طبعا هذه المخطوطات هي أما يمكن الحصول عليها من خلال خط اليد، خطاط يخطها من خلال القلم الخط، أو ممكن أن نحصل عليها من خلال برنامج اسمه الكلك. طبعا الخط اليدوي يحتاج إلى خبرة، وبرنامج الكلك يحتاج إلى خبرة، ومن لا يمتلك هذه الخبرة والمهارة ممكن أن يعمل مخطوطات بسيطة وجميلة في نفس الوقت في برنامج الفوتوشوب، وإن شاء الله في هذه المحاضرة راح نشرح هذه الطريقة. طبعا هذه كمثال للمخطوطات، وعندنا هذه تشكيلات خاصة بخط الثلث راح نجمعها ونشكلها مع الفونت ثلث ونصنع تشكيلات كهذه التشكيلات. نفتح برنامج فوتوشوب ونفتح ملف جديد وليكن 1000 بيكسل في 600 بيكسل، والدقة ممكن أن تكون 300 بيكسل. بعدها نفتح هذه التشكيلات، نفتحها في البرنامج، ومثلا أنا راح أخط مخطوطة باسمي خط وأكتب اسمي، راح أكتب مثلا بهاء عبد الستار جبار. طبعا أكو خط بالويندوز اسمه ثلث، طبعا هذا الخط اللي هو اسمه ثلث، يعني لو فرضا أنتوا لقيتوا غير خط مثلا هذا الخط حتى نحوله إلى خط الثلث نختار هذا الخط اللي هو طبعا هذا الخط اللي هو ثلث، وهذا طبعا موجود بالويندوز ما يحتاج النصبة ثلث. تبقى فقرة أنه من هذه النافذة نتأكد أنه هذا حرف التي البولد مفعل. بعدها بعد ما كتبنا المخطوطة نضغط كنترول R، طبعا هسه كنترول R نضغط، طبعا هسه المساطر مخفية، نضغط على كنترول R حتى تظهر المساطر، ونحاول انه مسطرنا نخليها بمحاذاة الخطوط، ممكن انه نكبر شوية ونروح على أداة الموف ونحاول ننزل المسطرة الى الاسفل ومسطرة الى الاسفل. تمام، بعدها نضيف الحركات الرئيسية مثلا الفتحة، طبعا من Edit Copy و Edit Paste، ممكن انه هذه حجمها كبير دقتها عالية ممكن انه نصغرها ونخلي التشكيلات مثلا انا راح اخليها هنا بهالمنطقة ممكن، وممكن انه اخليها في هالمنطقة على حرف العاء، وممكن أخليها في هالمنطقة على السين والتاء، وبهالمنطقة على حرف الجيم. بعد نضيف تشكيلات اللي هي الميزان الطويل، هذا الميزان الطويل كنترول سي أو كوبي كنترول في، ونحاول تصغير هذا الميزان ونخليه بالأماكن وليكن بهالمنطقة، بعدها في هالمنطقة ممكن انه اخلي في هذه المنطقة ايضا. الخطوة التالية الميزان القصير كنترول سي كنترول في، ونحاول تصغير هذا الميزان ونخليه بالمناطق الفارغة، ممكن انه في هالمنطقة ايضا وفي هالمنطقة، ممكن هذه تنزل تروح هيجي، وهذا الميزان ممكن نخليه بهالمنطقة. ممكن انه نخلي ميزان في هالمنطقة، او ممكن انه ميزان كبير في هذه المنطقة. الخطوة التالية نضيف تشكيلات هذه الفارز المقلوبة، ممكن فيها المنطقة، طبعا ممكن حجمها كبير، نحاول
نحاول نملي بيها الفراغ ممكن انه تكون هنا وممكن هنا جميل. بعدها نحذف المساطر، طبعا ممكن انه نضيف بعد تشكيلات يعني، ولكن انا اختصارا لوقت الفيديو. الخطوة التالية نحاول انه هذه الخطوط، طبعا نحدد الطبقة اللي هي بها النص ونضغط شيفت ونحدد الطبقة بالعليا وكليك ايمن عليهن ونختار ميرج لاير. وطبعا حتى ممكن نضيف رونق جميل، ممكن انه الخلفية نعطيها لون اسود. وهذا النص طبعا نضغط على هذه العلامة، طبعا بعد ما ضغطنا على هذه العلامة نحاول انه نختار اللون الابيض ونكبر ممكن البراش ونرسم على النص. نلاحظ أصبح عندنا هذه المخطوطة الجميلة بخط الثلث وسريعة جدا ولا تحتاج إلى خبرة ومهارة. فيما يخص تطبيق الواجب الخاص بالمحاضرة الثامنة، كل شخص يصنع مخطوطة خاصة به مهما كانت هذه المخطوطة حتى لو كلمة واحدة. وطبعا هذه التشكيلات راح أحاول أرفق لكم إياها ويا هذه المحاضرة حتى تقدرون تصنعون تشكيلات خط الثلث من خلالها. نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى.